اليوم 24 على التوالي تستمر انتفاضة الأسرى كما تسمى فلسطينيا. احتجاجات الأسرى على الممارسات الإسرائيلية داخل السجون تستمر. هذا اليوم سيكون يوم إضراب شامل وكامل في كافة السجون عن الطعام ليوم واحد فقط تعبيرا عن رفض الخطوات الإسرائيلية. نحن الآن نقف أمام وسط مسيرة وسط مدينة رام الله لمؤسسات الأسرى والفعاليات الشعبية والوطنية للإسناد والاحتجاج على ما يجري من إجراءات داخل السجون الإسرائيلية. حتى الآن تقول المصادر الفلسطينية أنه لا يوجد أي ردود جدية من قبل إدارة السجون على مطالب الأسرى، أبرزها ملف وقف إجراءات الهادفة بسلب الأسرى منجزاتهم، ومنها ما أعلنت عنه من قيود جديدة على كيفية خروج الأسرى إلى ساحة السجن من حيث المدة أو أعداد الأسرى، كما أن كافة المعطيات الراهنة تشير إلى أن مزيدا من التصعيد ذاهبة به إدارة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى. عدد الفلسطينيين بلغ حتى الآن منذ نهاية كانون الثاني وحتى يناير حتى هذا اليوم بلغ 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة ونحو 180 طفل. الخطوات نشهدها، هذه ليست الخطوة أو ليست الاحتجاج الأول، بل إن هناك عدد من المدن، قرابة 10 مدن فلسطينية تشهد مسيرات واعتصامات لإسناد الأسرى الفلسطينيين في ظل تعنت وعدم وجود أي حل أو مفاوضات قد تجري بين إدارة مصلحة السجون وبين الحركة الأسيرة داخل السجون. حتى الآن لا يوجد أي شيء جديد سوى أن إسرائيل فعليا تستغل الظرف الراهن في تنفيذ سلسلة خطوات قمعية بحق الأسرى الفلسطينيين.